الرجال مقيسة بزمانها بزمانها، وسعادة الأوطان في عمرانها، وأساس عمران البلاد تعاون متواصل الأسباب من سكانها، وتعاون الأقوام ليس بحاصل إلا بنشر العلم في أوطانها أوطانها. والعلم ليس بنافع إلا إذا أجرت به الأعمال خيل رهانها. الرجال مقيسة بزمانها بزمانها، وسعادة الأوطان في عمرانها. تجارب للشيوخ وإنما أمل البلاد يكون في شبانها، هذه لدى العرب الكرام مبادئ نزلت به الآيات في قرآنها. والعرب أكبر أمة مشهورة بفتوحها وعلومها وبيانها وبيانها. فالمجد مأثور بكل صراحة عن قيسها أبدا وعن قحطانها. إن التجارب للشيوخ وإنما أمل البلاد يكون في شبانها في شبانها.